وخير النساء خيرهن للأزواج. فعن أبي هريرة رضي الله عنه كما أن خير الرجال خيرهم للنساء، هكذا خير النساء من كانت خير النساء لزوجها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي النساء خير؟ قال: التي تسره إذا نظر، لا يرى منها قبيح ولا ينصرف عنها النظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها ومالها بما يكره. رواه النسائي. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير نساء ركبنا الإبل صالح نساء قريش. لماذا؟ قال: أحناه على ولد في صغره، وأرعاه على زوج في ذات يده. رواه البخاري ومسلم. وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بنسائكم من أهل الجنة؟ يعني تريد أن تعرف هذه المرأة من أهل الجنة أم لا؟ هذه صفتها، ما هي؟ ألا أخبركم بنسائكم من أهل الجنة؟ الودود، أي تتودد لزوجها بكل ما تستطيع. الولود، العؤود على زوجها، التي إذا آذت أو أوذيت، أي آذاها زوجها أو هي آذته، جاءت حتى تأخذ بيد زوجها ثم تقول: والله لا أذوق غمضا حتى ترضى. رواه النسائي. لا أنام حتى ترضى، لا تنام وزوجها في قلبه عليها شيء. هذه من صفات نساء الجنة.